بسم الله الرحمن الرحيم. انا اشرف حسين، وان شاء الله هشتغل دلوقتي مع الناس اللي هتستخدم السوليد وورك بديل عن القلم والمسطره التي في رسم اللوحات الهندسيه. مبدئيا كده للناس اللي هم في المفروض يكونوا في رسم ده، طالما الكلام هيبقى في سوفت وير فالمتوقع جدا طبعا ان الموضوع يبقى ابسط والتعديل هيكون اسهل، ولو في حاجة اترسمت غلط ارجع اغيرها براحتي، والكلام ده كله ايه مفهوم جدا طبعا. فعلشان نمشي بشكل ثابت مع بعض هنقسم اللي احنا رايحين له كده للحاجات دي. في البداية انا المفروض اخد بالي منه 3 حاجات: اليونتس اللي هشتغل بيها، سكيل الرسم اللي انا شغال عليه، لازم اطمن ان انا وانا شغال بسيف، لان انا شغال على سوفت وير فمش لوحه، فلا قدر الله يحصل اي حاجه ولا بتاع الجهاز يقف مني او السوفت وير نفسه يعطل مني، فانا ابقى مطمن نفسي دايما ان انا ايه مسيف اول باول. تمام. اول ما بفتح السوليد وورك دي اول حاجه بتظهر لي، يعني انا لو قافل السوليد وورك وفتحه من هنا كده اهو، فدي اول حاجه ظهر لي كده في السوليد ورك، دي اول صفحه بتجي لي في السوليد ورك. طبعا بطلع بدور على كلمه نيو، فهلاقي نيو دوكيمنت من هنا، او بطلع اشغلها من هنا نيو. ان شاء الله بعد كده هنشتغل بقى في البارت والاسمبلي، بس احنا دلوقتي في خانه الدروينج، فبفتح الدروينج من هنا دبل كليك، او كليك على دروينج وكليك على اوكي، بيبدا يظهر لي اللاي اوت بتاع الدروينج. طيب اول حاجة هيقول لي انت شغال على لوحة مقاسها قد ايه. طبعا الناس هتكون شغالة على لوحة A3 مثلا، مقاس A3، فبنفتح A3 من هنا ونقول له اوكي، ده مقاس A3 اللي هو ورقتين A4 جنب بعض يعني، فبقول له اوكي، بقول له اوكي من هنا، بيبدأ يجيب لي ايه اللوحة A3 قدامي. طيب احنا قلنا هنركز على في الاول على 3 حاجات. اول حاجة اليونتس اللي انا شغال بيها، الابعاد اللي انا شغال بيها. لازم انت لو مسطر السوليد ورك صح من الاول واخترت اليونتس من اول مره صح، فهي تفضل ثابته معاك طول الشغل، بس ان كيس انك تكون شغال على جهاز مش جهازك فلازم تطمن انك شغال مليمتر جرام سكند. انا جبتها من هنا، من هنا، من تحت، من هنا، مليمتر جرام سكند. لو هي حاجه تانية من دول فانت بتختار دي بس، مش اكتر من كده، علشان بس المقاسات بتاعتك تبقى متظبطه زيك زي زمايلك. احنا شغالين مليمتر جرام سكند اللي هو ام ام جي اس. تمام، دي اول حاجه. طيب تاني حاجه كانت السكيل بتاع المقاس بتاع اللوحه بتاعتي، واحنا اخترنا اللوحه الاي 3، فعشان كده السكيل بتاعها هيبقى ماشي 1:1، يعني المليمتر اللي في الرسمه بتاعتي هيمثل هنا مليمتر بالظبط، مش هضطر ان انا اضرب في نص ولا اضرب في 2 عشان اكبر او اصغر، هو انا شغال بالسكيل اللي هو 1:1. لو عايز اغير في ايدي برضو ان انا اغير من هنا واغير السكيلات كلها من هنا برضو بنفس الطريقه، بس انا طبعا مش هحتاج كده لان انا شغال 1:1، الا لو اللوحه تطلبت منك كده، ان المقاسات اللي عندك مثلا في اللوحه تتقسم على 2 عشان ترسمها قدامك خلاص، او تتضرب في 2 عشان تكبر شويه يمكن تكون صغيره. تمام. تالت حاجه بقى وهو السيفنج، ان انا اسيف، ان انا سيف في الرسم. لو حصل من اول مره فانت طول ما انت شغال الجهاز هيكون بيسيف بشكل تلقائي كل 20 دقيقة، او وانت شغال تزود تسيفة اللي هو كنترول اس، بس انت تكون مسيف اول مرة ايه في المكان اللي انت عايزه. هسيف اول مرة ازاي؟ بكل بساطة انا لو مش راسم حاجة خالص وطلعت من هنا كده على خانة السيف، هيقول لي طيب انت عايز سيف فين؟ هقول له وليكن مثلا، وليكن على الديسكتوب درو 1. انا كده خلاص سيفت اول تسيفة. تمام. فطول ما انا شغال بعد كده مش هروح بقى ايه اسيف تاني من اول وجديد، لا، كل اللي هعمله هعمل سيف هو فاكر هو سيف فين فهيسيف عليه على طول. فطول ما انا شغال ممكن اتكه من هنا سيف او كنترول اس، طول ما انا شغال يبقى انا كده ايه بسيف، يعني كل 5 دقايق كده ولا حاجه، او لو عملت حاجه مهمه تسيفها، علشان لو لا قدر الله زي ما اتفقنا وحاولت ترجع لها او حبيت ترجع لها يبقى انت ايه مسيف اول باول ومطمن نفسك.
طيب نبدأ بقى نخش على الأوامر بتاعتنا. احنا قلنا عايزين نخش على أوامر السكتشنج تولز، وإزاي بعمل بعد السكتشنج بعمل إديتنج، ولما بخلص الرسمة بتاعتي وعايز أعمل تهشير، لو الشغل بتاعي فيه قطر وعايز أعمل تهشير هعمله إزاي. دول التلات حاجات اللي هناخد بالنا منهم، هما تلاتة في المسميات بس هما جواهم تفاصيل أكتر من كده بشوية. أول حاجة أوامر السكتشنج. أوامر السكتشنج إيه هي؟ لو أنا دخلت من هنا كده على خانة السكتش هلاقي قدامي كل الحاجات اللي ممكن احتاجها. يعني انا ممكن احتاج ارسم لاين، ممكن احتاج ارسم سيركل. طب يبقى انا كده القلم والبرجل خلاص مش محتاجهم، هما قدامهم، ادي القلم اللاين وادي السيركل. ممكن احتاج ارسم ريكتانجل بشكل مباشر اللي هو عباره عن اربع اضلاع، يعني كنت ممكن ارسمه باللاين بس هو راجل عشان يسهل عليا فادهولي ايه على صوره ريكتانجل. وممكن الريكتانجل ده يبقى يعني سكوير، يعني هو نفسه يبقى سكوير، لو الاربع اضلاع بتوعه زي بعض فبقى مربع، لو مش زي بعض يبقى بقى ريكتانجل، زي ما تحب اللي انت عايزه. وممكن احتاج ارسم ارك او يعني قوس من سيركل، يعني انا ممكن اسميه برضو جزء من دايره او اسميه انا ايه ارك بالشكل ده. ولو نفتكر الاليبس القطن اللي هو اللي عامل زي الدايره بس يعني ايه جاي على بيضاوي شويه، فبرضو بترسم من هنا على طول بشكل مباشر. وفي عندي امر تاني اسمه الستريت سلوت، ممكن يعني ممكن نحتاج نرسم بيه هنشوفه برضو. وفي عندي البوليجان لو تفتكروا المسامير والكلام ده، ممكن برضو ارسمها من هنا بشكل مباشر. ولو احتجت الرسمه بتاعتي يكون فيها كيرفات فخلاص بقى مش هحتاج الاي دي ولا ان انا فابريك حاجه، لا انا معايا هنا امر اسمه فيلت، وجنب الامر الفيلت لو فتحت الخانه بتاعته هلاقي امر تاني اسمه شامفر. شامفر يبقى انا معايا الفيلت ومعايا اللي تشافر. اظن واضح ده هيتعمل ازاي وده هيتعمل ازاي، بس برضه احنا ايه هنطبق عليهم علشان نشوفه. دي كده بالنسبه لاوامر السكتش. تعال نستخدم منها اي حاجه وليكن امر لاين. طيب امر اللاين طالما كده انا فتحته فهو مستني مني نقطه بدايه ونقطه نهايه، مش اكتر من كده. علشان اشتغل بنقطه البدايه ونقطه النهايه ما تلزمش نفسك انك تفضل ماسك اللاين، يعني ما تتكش كليك وتفضل متك عليها وتكمل عشان ترسم اللاين بتاعك، لا انت اتك كليك بشكل حر اهي، ادي اول كليك، وتحرك زي ما انت عايز. شوف انت عايز اللاين عامل ازاي. هنا بقى الشغل ابسط بكتير جدا، يعني انا لو اللاين بتاعي هوريزونتال ممكن امشي شويه كده واقف في الاتجاه الافقي، وهتلاحظ وانت بترسم ان هو حاسس بيه، حتى في ايقونه طالعه كده اللي هي الصفره اللي قدامك دي بيقول لك انت كده ماشي على الاتجاه الافقي، فانت عايز كده هتقول له اه والله ماشي تمام، او لو عايز تمشي على راسي تمشي براحتك، لو عايز تمشي بشكل انكلايند باي زاويه انت عايزها فبراحتك برضه. وهنا برضه في ميزه شديده جدا هي انك ترسم اي حاجه انت عايزها وبعد كده تعدل كل ابعادك براحتك. يعني مثلا انا عايز ارسم دلوقتي شكل وليكن زي المنظر ده كده اهو، انا هتك الكليك التاني دلوقتي وبعد كده هنزل شويه وبعد كده هتحرك في الاتجاه ده شويه وبعد كده اروح هنا، وعايز اروح اقفل مع بدايه اللاين ده، فانا لو مشيت شويه بشويه كده هلاقيه ايه اول بس ما قربت منها، انا ما اتكتش على حاجه، اول ما قربت هو عمل سنابنج او لقط النقطه اللي فوق، وطول ما انت ماشي هو عمال يلقط. يعني هو دلوقتي مثلا لقط لك النقطه اللي هنا برضو، ده اللي اسمه الاوتو سناب. لو انت مشيت شويه كده هتلاقيه لقط الميد بوينت بتاعت دي، بيقول لك يمكن انت كنت عايز تقف عندها من هنا، لو مشيت شويه كده هتلاقيه لقط النقطه دي، لو مشيت شويه كده هتلاقيه لقط نقطه الميد بوينت بتاعت اللاين ده. ما هو النقطه اللاين ده كله على بعضه ليه نقطه وسط هو لقطها من تحت من هنا ان كيس انك تكون محتاجها، ولو مشيت شويه في الاخر هتلاقيه لقط لك برضو ايه النقطه اللي فوق دي. فلو انا افترضت ان انا عايز اقفل شكل وليكن زي ده يبقى هقفل من هنا واطلع اقفل اللاين بتاعي بالشكل ده كده، تمام. ده كده يعتبر كونتور متقفل، باوندري متقفله، حاجه ليها حدود ومتقفله، مفيش حاجه فيها، مفيش نقطه فيهم مفتوحه، مفيش ملي واحد فيهم مفتوح، فهو فاهمهم على انهم حاجه متقفله او اريا متقفله، تمام. لو عايز اعمل بقى اي اديتنج عليه حتى لو كان الاديتنج ده في الدايمنشن متاح قدامي مفيش عنديش اي مشكله، يبقى ده كده بالنسبه لاوامر السكتش. لو حبيت بقى استخدم امر زي السيركل عادي، هجيب السيركل واجي والله مثلا كان عندي دايره في الجزء ده، طب دايره فين؟ كان السنتر بتاعها مثلا مع النقطه دي،
ومع نقطة الميد بوينت دي. بص هيلقط بقى دلوقتي هيعمل ايه؟ هيلقط الانترسكشن بتاع الخطين دول اللي انت اصلا ما اتكتش على ولا واحد فيهم، انت بس ماشي بالماوس، ما قربت من الميد بوينت دي فلقطها، ورحت قربت من الميد بوينت دي فلقطها لك، قربت من الاثنين كده فقام جاي عامل لك انترسكشن للاثنين مع بعض، وقال لك الاثنين دلوقتي دول متقاطعين هنا في النقطة دي، لو تحب تبدأ السنتر بتاع السيركل بتاعتك منهم ماشي. هتقول له طب تمام انا هبدأ السيركل من هنا، برضو السيركل نفس الكلام، بتك كليك واتحرك زي ما انا عايز يمين وشمال وفوق وتحت لحد ما اشوف مقاس الدايره اللي انا عايزه. والله لو مقاس الدايره اللي انا عايزها زي ده كده بالظبط اقوم جاي متك الكليك الثاني اهي، وليكن دلوقتي اهو انا كده خلصت الدايره. يبقى انا ما بمسكش الماوس وداني ماشي بيها وتعب نفسي، لا انا بتحرك بشكل حر تماما، ولما اخلص اقوم جاي متك الكليك الاخرانيه عشان ايه؟ انهي اللاين او انهي السيركل زي ما انا حابب. تمام؟ طيب دي برضو بالنسبه لي بقت يعني انا لو عايز اطلع من امر السيركل او اي امر انا فيه اتك زرار الاسكيب اهو، دي برضو بالنسبه لي بقت باوندري متقفله، بقت حدود متقفله او اريا اقدر اعمل فيها شغل. تمام؟ يبقى لو جيت فتحت بقى دلوقتي امر زي امر الدايمنشن، هنا بقى امر الدايمنشن اسمه سمارت دايمنشن، هو سمارت لانه بيعمل كل انواع الدايمنشن في ايقونه واحده، يعني مثلا ده دايمنشن افقي هيعمله، ده دايمنشن راسي هيعمله، ده دايمنشن لسيركل هيعمله، وتعالى نكمل كمان شويه حاجات كده عشان نشوف برضه الدايمنشن ايه هيقدر يعملها ولا لا. فايه رايك في الحدود دي؟ الحدود اللي هنا دي الايدج دي مش عاجباني، انا عايز اعمل لها كيرف، كنت اهم جاي حاطط الكارنيه بتاعي هنا كده واحاول ايه افت الكيرف من هنا لهنا، لا انا عندي امر اسمه فيلت، كل اللي هختاره هقوم جاي متك على امر الفيلت. انا عايز فيلت ولا تشامفر؟ هقول له لا انا عايز فيلت. تمام، هيجي هنا كده في الانتيتيز تو فيلت، دايما الخانه اللي بيجي لك على الشمال دي بتبقى جايد ليك بيقول لك انت عايز تعمل ايه، فلو انت مش فاهم انت بتعمل ايه تعال اقف عندها كده، اقف بس ما تتكش ما تعملش كليك، اقف عند الخانه دي كده هيقول لك ايه سكتش فيرتكس اور انتيتيز تو فيلت، يعني بيقول لك اختار لي الفيرتكس او الحاجه اللي هتعمل عليها فيلت. فانت الحاجه اللي هتعمل عليها فيلت ايه اللي هي عباره عن ايه؟ يا اما ما بين اللاين ده واللاين ده هيفهم ان دي اللي هتعمل عليها فيلت، او تيجي انت عند الايدج وتقول له انا عايز اعمل فيلت عند الايدج دي، انت فاهمني؟ يعني مثلا هتيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل فيلت ما بين اللاين ده واللاين ده، هو فهم مين اللي ما بين اللاين ده واللاين ده؟ الايدج دي. او كنت انت ببساطه انا جه هنا رايت كليك ودلت، او كنت انت ببساطه جيت عند مين؟ عند الايدج وقلت له انا عايز اعمل فيلت هنا، هيقول لك طب الفيلت ده ب 10؟ تقول له والله اللي انت عايزه، يعني انت عايزه بقى ب 10، عايزه ب 20، عايزه ب 15، ب 12، اكتب الرقم اللي انت عايزه. مثلا ده كده فيلت ب 15. لو نفذت الفيلت ايه اللي هيحصل؟ هيعمل ايه هو؟ هيشيل اللاين ده واللاين ده ويكمل ما بينهم بايه؟ بكيرف اهو. هو الكيرف ده جاي منين؟ مش جاي من 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 سنتر اهو، اكنك رسمت هنا دايره، الدايره دي راحت مست الخط ده والخط ده، كانت هتكمل كده دايره، وانت قمت جاي شايل منها الايه؟ الباقي. مش ده اللي انت كنت عايز تعمله؟ طيب تعالى احنا نعمل الفيلت بايدينا عشان نفهم هو كان هيتعمل ازاي. وليكن انا همسك سيركل واجي هنا ارسم سيركل من هنا لهنا، يعني تمس الدايره دي وتمس تمس اللاين ده وتمس اللاين ده، يبقى هي كانت دايره وليكن واقفه هنا كده. تمام؟ وليكن دايره زي دي. طيب الدايره دي انا كنت عايزها تمس اللاين ده وتمس اللاين ده في نفس الوقت، يبقى انا كده هزود حاجه اسمها الريليشن. الريليشن انا عايز اعمل علاقه ما بين الدايره دي واللاين ده، بعملها ازاي؟ طبعا بكون متك اسكيب عشان اطلع من الامر اللي انا كنت فيها، سواء امر سيركل او اي امر اطلع منه، يبقى كده طلعت من الامر اللي انا فيه. طيب تاني حاجه بتك على الحاجه اللي انا عايز اعمل معاها ريليشن، يعني وليكن انا هعمل ريليشن ما بين السيركل واللاين، يبقى هختار واحد منهم في الاول، وليكن هختار السيركل، يبقى انا كده اخترت كليك اخترت السيركل. بعد كده بروح اتك على زرار الكنترول في الكيبورد، تكه كنترول، وبعد كده اروح اكليك على اللاين اللي انا هعمل معاه الريليشن، خلاص يبقى تكه ايه على اللاين ده، هيجيب لي العلاقات اللي كانت ممكن تتعمل اللي هي الاد ريليشن هنا. ايه العلاقات اللي ممكن تعمل منهم؟ اول حاجه منهم مين؟ التانجنت. بيقول لي انت كنت عايزهم يبقوا تانجنت مع بعض؟ اقول له اه والله انا كنت عايز ده يبقى تانجنت مع ده، عمله لي. طيب ده كده اتنفذ، هقول له خلاص صح ده كده خلص، وتعالى نعمل علاقه ثانيه ما بين الدايره دي وما بين اللاين ده، ازاي؟ برضه هتكه على السيركل، بعد كده التكه كنترول، وافضل متكه كنترول، وانا متكه كنترول هروح اتكه على مين؟ على اللاين، هيجيب لي العلاقات اللي كانت ممكن تتعمل بينهم اللي هي مين؟ منها التانجنت.
هيقول لي انت كنت عايز تعمل كده، هقول له تمام هو ده اللي انا كنت عايزه، مش ده زي ده بالظبط، بس كل الفرق ان ده جاي من دايره نص قطرها 15، انما ده جاي من دايره انا ما اعرفش هي قد ايه. فكل اللي هعمله ان انا هطلع افتح امر مين، سمارت دايمنشن، اتكه كليك عليه بس كليك، واجي هنا على الدايره كليك، واجي على الدايره اقول له انا عايز الدايره دي تبقى جايه من فاي كام. هنا الفاي تبقى كام عشان تبقى قد دي؟ لو دي ار 15 تبقى دي فاي كام بقى؟ 30، يبقى 30. دلوقتي بقت الدايره دي تديني ارك هنا قد الارك ده، خلاص. يبقى انا كده عملت اللي كنت ممكن اعمله بخطوه واحده، بس كمان ده لسه ناقص، ده انا عايز اشيل بقى الباقي. يعني انا ولا عايز ده دلوقتي ولا عايز ده، طبعا هطلع اسكيب من امر السمارت لاين، انا ولا عايز الحته دي ولا الحته دي ولا بقيه الدايره، انا مش عايز كل ده، صح كده؟ يبقى لو انا فتحت دلوقتي امر زي امر التريم، احنا دلوقتي بنخش على الموديفيكيشن واحده واحده، لان هو الرسم كده انا بخلص الرسم بتاعي بالسكتشنج تول، وبعد كده بشوف انا هحتاج ايه من اوامر الايديتنج عشان اخلص الامر، اخلص الرسمه بتاعتي، تمام. فلو فتحت امر التريم، تريم بيعمل ايه؟ بيقص، هو باين من اسمه كده او من حتى الايقونه بتاعته، هو بيقص الزيادات اللي انا مش عايزها. يعني انا مثلا عندي هنا اللاين ده انا مش عايزه كله، مش محتاجه كله، انا محتاج لحد ما قطع مع الدايره بس، والدايره دي كلها مش محتاجها كلها، انا محتاج بس مين؟ الارك اللي هنا. فلو فتحت امر التريم هلاقي على الشمال هنا كده مجموعه استخدامات لامر التريم، انا مبدئيا هحتاج منها اللي هو التريم تو كلوزست، ان انا اكون شغال تريم تو كلوز، يبقى لازم اتاكد ان انا اخترت الايقونه دي تريم تو كلوزست. بعد كده اجي هنا بقى، انت تريم تو كلوزست معناها ايه؟ معناها انه هيقص من اقرب نقطه لاقرب نقطه. يعني انا لو قلت له هنا تريم تو كلوزست على اللاين ده هيقطع منين لفين؟ من النقطه دي للنقطه دي، ده لان مفيش نقط ما بينهم. يعني لو كان في نقطه ثانيه هنا ونقطه هنا كان هيقطع لي الحته اللي في النص دي بس. نفس الكلام معنا هنا بقى دلوقتي، انا لما اجي اقول له دلوقتي تريم تو كلوزست للدايره دي، طب الدايره دي عليها نقط؟ اه عليها، عليها نقطه التماس اللي هنا ونقطه المماس اللي هنا. يبقى لما اقول له اقطع لي الباقي هيقطع ايه؟ هيقطع الجزء اللي فوق بس، اهو قطع ده. اللاين اللي باقي ده او الجزء ده، ده مش سيركل، حتى لونه مختلف، ده معمول عشان يعرف ياخد عليه بعد الايه؟ الدايره. انما اللي اتبقى من السيركل فين؟ اهو هو الجزء ده بس. طب انا عايز اقطع الحته دي، يبقى هيقطع اللاين كله ولا هيقطع من هنا لهنا اللي هو تريم تو كلوزست؟ هيقطع من هنا اهو، تعالى كده بص، قطع منين لفين؟ من هنا لهنا بس. طيب عايز اقطع الحته دي هيقطع منين لفين؟ برضه هيقطع من هنا لهنا، لان دي اول نقطه هو شافها فهيقطعها على طول، خلاص. اهو كل اللي اتعمل ده كان ممكن يتعمل على طول بمين؟ بامر الفلت، بكل بساطه اهو فلت على طول مره واحده، تقول له صح هينفذ لك هو كل الكلام ده. طب امر التشامفر بنفس الكونسبت، انا التشامفر بتاعي عباره عن ايه؟ انه ياخد 10، يعني هنا مثلا هو متسايف عليه 10 مللي، فهيعمل ايه؟ لو انا هعمل التشامفر على الـ على الايدج دي، فهو هيمشي كده 10 ويمشي كده 10 ويقوم جاي ايه؟ قطع بلاين ما بينهم اهو بالظبط. يعني انا كنت، لو انا كنت رحت عملتها بايدي كنت همشي شويه كده وامشي شويه كده واعمل لاين، بعد كده افتح سمارت دايمنشن اقول له ده 10 مقاسه 10 وده مقاسه 10 واقطع لي الباقي بقى، شيل لي الباقي اللي انا مش عايزه. طب ليه؟ ما انا معايا امر زي الفلت ومعايا امر زي الشنفر ينفذوا لي الحاجات دي بكل بساطه. تعالى نعمل فلت هنا، تعالى نعمل فلت على الايدج دي اهي. طب هعمله ازاي؟ هختار من لاين للاين عادي، يعني لو اخترت اللاين ده واللاين ده هيفهم ان انا عايز اعمل ايه؟ فلت ما بينهم. بعد كده اروح اختار مقاس المين، مقاس الفلت ده قد ايه؟ وليكن حاجه بالمنظر ده كده، واقول له نفذ، يبقى هو عمل ايه؟ عمل لي المنظر اللي قدامنا ده كده. زي ما اتفقنا ده مش خط ايه؟ ده خط دايمنشن، لازم افرق بين خطوط الدايمنشن. يعني لو مسكت اللاين ده، لو مسكت الدايمنشن ده وحركته كده اهو، شايف بيتحرك معايا ازاي؟ ما بيكملش اهو. وليكن مثلا انا عايز اجيب الدايمنشن بتاعه من بره اهو بكل بساطه. خلاص؟ يبقى ده كده بالنسبه للاوامر بتاعت السكتش واوامر الايديتنج. طبعا هما اكتر من كده بشويه، يعني مثلا امر السيركل، امر اللاين جواه امر تاني اسمه سنتر لاين. انا ممكن اكون برسم سنتر لاين للسيركل دي، الفرق بينهم ان ده خط عمل، انما ده خط توضيحي ان دي دايره، فاهمني؟ فممكن مثلا امسك اللاين ده واقول له والله اعمل لي سنتر لاين مثلا يبعد مسافه قد كذا
سنتر لاين مثلا زي ده، وسنتر لاين تاني يبقى انا كده بينت له ان دي دايره. طبعا احنا شايفين قدامنا ان هي دايره، بس يمكن كانت في مستوى تاني ما تبقاش ظاهره ان هي دايره، فانا عايز اعرفه ان في هنا دايره. فبعمل ايه؟ بقول له دي سنتر لاين، سنتر لاين. يبقى لو بصيت عليه كده ده فعلا السنتر لاين اللي انا ايه اللي انا عارفه. ماشي. نفس الكلام مع السيركل، كنت ممكن احتاج ان انا ارسم ايه دايره بمعلوميه المحيطات بتاعتها. يعني انا عايز ارسم مثلا دايره تمس نقط معينه، تمس مثلا اللاين اللي هنا وتمس اللاين اللي هنا. فهقوم جاي ماسك البريمتر سيركل دي، هو بيتصرف بقى، هو بيقول لك ايه، اختار دايره، اختار ثلاث نقط وانا هعمل لك معاهم دايره. انت فاهمني؟ هقول له مثلا وليكن ادي نقطه وادي الثانيه وادي الثالثه. شفت هو عمل ايه؟ عمل لك دايره تمس النقطه دي والنقطه دي والنقطه اللي ايه اللي مع السيركل دي. كانت ممكن تتعمل بالريليشن، مش كده؟ كنت ممكن ارسم دايره في اي مكان واقول له بقى الدايره دي مع اللاين ده تانجنت، والدايره دي مع اللاين ده تانجنت، والدايره مع الدايره تانجنت. هو كان هيعملها لي بنفس الايه الطريقه. هنا الكنترول زد، نسيت اقول لكم برده الكنترول زد شغال معانا. فلو انا رسمت حاجه زي دي وعايز ارجع عنها واعمل كنترول زد عادي برجع لورا، تمام؟ كنترول زد والكنترول سي والكنترول في شغالين معايا كل حاجه، اللي هو الكابينج والبيست والموف والكلام ده كله شغال معايا. بزياده بقى شويه اوامر مفيده جدا، يعني هتنفعني جدا بقى في الرسم. ممكن تكون الرسمه بتاعتي جايه بشكل سيمتريك، يعني هي عباره عن منظر زي ده كده وفي رسمه ثانيه زيها بالظبط الناحيه الثانيه هنا كده. فهل انا مثلا هروح ارسم كل ده؟ طبعا انا سوفت وير، ف يعني المتوقع ان انا اكيد مش هروح ارسم كل ده ثاني عشان اعمل له الناحيه الثانيه. لا، انا ممكن يكون معايا امر زي الميرور يخلص لي الموضوع ده كله في خطوه واحده. امر الميرور باين من الايقونه بتاعته هيعمل ايه. شايف هو في رسمه هنا باللون الازرق زي دي، وفي مرايه ما بينهم، وفي رسمه زيها الناحيه الثانيه بالظبط اهي. ده كل ده باين من الايقونه. هقول له تمام انا عايز اعمل ميرور مثلا. او اول حاجه هيقول لي انت تيست ميرور، ايه اللي انت هتعمل له ميرور؟ ايه الخطوط والدوائر والمش عارف ايه اللي انت هتعمل لها ميرور، لو اللي انت هتنقلها الناحيه الثانيه. هقول له مثلا وليكن كل دول اهو، عمل سيليكشن على كل دول. هقول لي طيب ماشي، مين بقى المرايه؟ مين المرايه بالنسبه لك؟ هقول له والله ممكن تكون المرايه بالنسبه لي لاين زي ده كده. انت خدت بالك هو عمل ايه؟ لقط كل دول وقام جاي عامل لهم ميرور الناحيه الثانيه على المرايه دي، وبيقول لك دلوقتي ده اللي انت عايزه صح؟ اللي انا عملته ده صح؟ ولا انت عايز تعدل حاجه؟ اقول له لا والله صح مثلا. اهو نقل لي كل الكلام ده الناحيه الثانيه. هرجع كنترول زد. كنت ممكن اكون انا راسم لنفسي سنتر لاين وليكن هنا كده هنا، وكنت ممكن اقول له ان دي بالنسبه لي المرايه. طب تعالى نشوف كده ازاي. اهو هقول له ميرور، هيقول لي انت تيست ميرور، ها عايز تنقل مين؟ هقول له ممكن انقل دول، وعايز اوريك فرق ما بين السلكشن من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. مش عايز اربطك دلوقتي، بس الشيء بشيء يذكر، انا لما بعمل سلكشن ده، طبعا اللي هقوله دلوقتي ده في اي برنامج، في اي برنامج وانت بتشتغل على اي برنامج، وانت بتعمل سلكشن من اليمين للشمال او من اليمين للشمال، غير وانت بتعمل سلكشن من الشمال لليمين زي كده. فرقت في ايه؟ تعال نبص كده. لو انا قلت له سلكشن من اليمين للشمال للمجموعه دي هيلقط ايه؟ انا هنا وانا بعمل سلكشن، السلكشن جه بتاعي او التحديد بتاعي جه على اللاين ده، وجه على اللاين ده، وجه على السيركل دي او الارك ده، ويمكن ما جاش عليهم كلهم، بس جه عليهم ولا لا؟ جه عليهم. لو من اليمين للشمال هيلقطهم كلهم. خدت بالك هو لقطهم ولا لا؟ لقط كل حاجه جه عليها السلكشن، سواء جه عليهم بشكل كامل ولا لا. انما السلكشن من الشمال لليمين زي كده، بص، هيلقط اللي جه عليه بشكل كامل بس. يعني انا دلوقتي كده من الشمال لليمين، طب السلكشن بتاعي جه على مين بشكل كامل؟ جه على الارك ده صح، وجه على اللاين ده، وجه على اللاين ده، بس ما جاش على كل ده بشكل كامل صح، وما جاش على اللاين ده بشكل كامل. فهيعمل ايه؟ بص اهو، ما لقطش ده ولا لقط دي، لقط اللي جه عليهم بشكل كامل اللي هو غطاهم، اللي هم مين؟ الحته دي والحته دي والحته دي والجزء ده بس. مفهومه كده؟ اهو تعالى تاني نكرر. اهو ادي سيلكشن من الشمال لليمين وانا نازل كده. بص عامل ازاي حتى وانا طالع، هي نفس الفكره. يعني سيلكشن من الشمال لليمين وانا طالع برده نفس الفكره. هيعمل ايه؟ هيلقط اللي جه عليهم بشكل كامل، انما اللي ما جاش عليهم بشكل كامل هيسيبهم اكنهم ما شافهمش.
ده بقى عكس مين؟ السليكشن من اليمين للشمال اهو. بص لو انا عملت سليكشن من اليمين للشمال هيلقط اي حاجه جه عليها، لمسها بس، فاهم؟ اهو اهو لقط اللاين ده كله، مع انه ما جاش عليه كله، يعني ما وقفش لحد هنا، لا هو مسكه كله، مسكه كله وخلاص. تمام، دي حاجه بس له ايه على الهامش كده. طيب انا دلوقتي عملت ميرور، عملت مرايه، فهروح اقول له ايه ميرور، هيقول لي مين مين اللي انت عايز تنقلهم. انا كنت ممكن انقل بحريه، يعني ممكن انقل اقول له مثلا انا هنقل السيركل دي، وهنقل الارك ده، وهنقل اللاين ده، وهنقل مش عارف اللاين ده، عادي يعني مش لازم اختار كله يعني. وبعد كده اقول له، هيقول لي مين اللي انت عايز تنقلهم حوالين ايه، او هيقول لي حوالين ايه بقى، هقول له حوالين دلوقتي بقى حوالين السنتر لاين ده. هيعمل ايه؟ اسف انا هنا اخترت السنتر لاين معايا، هشيله ديليت ده، واجي هنا بقى في الميرور اباوت، هيقول لي مين المرايه، هقول له دي المرايه بالنسبه لي. بص اهو شفت نقلهم من الناحيه الثانيه ازاي، اهو وداهم الناحيه الثانيه، هيقول لي هو ده اللي انت عايزه، هقول له مثلا اه اهو جابهم لي الناحيه الثانيه على طول. تاني بس تعالى ننقل كل الحاجات بتاعتنا، هشد اللاين ده يمين شويه شمال شويه كده. انت طبعا معاك الموفينج هنا، انت معاك خاصيه الموفينج، يعني لو انت راسم مثلا لاين هنا كده وليكن في المكان ده اهو، وعايز تحركه يمين او شمال، مجرد انك تمسكه اهو، ما تسيبوش بقى، تمسكه كده تحركه بقى يمين او شمال زي ما انت عايز، خلاص اهو يمين او شمال، دي خاصيه الايه الموفينج. تمام، ولو انت يعني لو انت عايز تجيب الامر من بره، فهو الامر موجود هنا اهو، شايف الموف، كلمه موف برضو في اوامر الايديتنج، خلينا نعتبر ان دي كده اوامر الايديتنج. خلاص، في امر اسمه ايه موف، وكان في امر تاني اسمه كوبي، يعني انا ممكن اسيب اللاين زي ما هو بس اعمل واحد زيه جنبيه او قبليه او بعديه وهكذا، وفي برضو الروتيت، وفي الاستريتش ان انا اشد جزء منهم زي ما انا عايز. خلاص، فانا برضو ايه همسك اللاين ده واحركه ناحيه الرسمه شويه، بعد كده اجيب امر مين؟ امر الميرور، هيقول لي مين اللي انت عايز تعمل له ميرور. خد بالك وانت بتخش على اي امر، لو انت عامل سيليكشن على حاجه، يعني مثلا انا كنت دلوقتي عامل سيليكشن على ايه؟ على اللاين ده، وجيت دخلت على امر الميرور هيلقطهولي، هو ده اول حاجه لقطها، فاهم؟ هو فاهم انك هتعمل لده، هتعمل لده ميرور، يعني هتكرر، هتعمل لده مرايه، هتكرره الناحيه الثانيه، لانك كنت داخل على امر الميرور كنت انت عامل سيليكشن عليه. فيا اما تشيله من هنا، يا اما وانت داخل على الاوامر، على الاوامر ما تبقاش عامل سيليكشن على اي حاجه. دي تاخد بالك منها في الرسم عموما، وانت داخل على اوامر السليكشن، اسف على اي اوامر ما تكونش عامل سليكشن على اي حاجه. وهنا بيقول لي بقى مين الانتيتيز تو ميرور، هقول له والله مثلا كل دول، ها بطريقه السليكشن بتاعتنا بقى كل دول كده. هيقول لي مين المرايه، هيقول لي مين المرايه، هقول له المرايه هو مين، هو ده. هيقول لي هنا كابي ولا انقل بس، يعني انا لو شلت علامه الكابي دي هيعمل ايه؟ هيروح يرحل دول الناحيه الثانيه بشكل المرايه، فاهم؟ هيقلبهم الناحيه الثانيه ويشيل دول، اكن دول اكن الاصل مش موجود. طبعا انا عايز كوبي، هقول له ايه مرايه، ادي المرايه بتاعتي. هيقول لي انت عايز المنظر يبقى كده، هقول له تمام هو ده المنظر بالظبط بتاعي. خلاص تمام، كنترول زد نشيل اللاين ده كمان. طيب كده بقى احنا ممكن نستخدم اوامر الايه دايمنشن. احنا قلنا في الرسم احنا بنرسم بكل حريه زي ما احنا عايزين، ما بنقيدش نفسنا ابدا واحنا شغالين. طبعا مش زي بقى المسطره والقلم، احنا في المسطره والقلم كان لازم ارسم بدايمنشن وانا ماشي، والا لو فرقت ملي معايا الرسمه كلها ايه تتكعبل كده ويبقى شكلها مش مظبوط. لا هنا انا برسم بكل حريه، وبعد كده بفتح امر بسيط جدا اسمه سمارت دايمنشن. سمارت دايمنشن هيبدا يسالني بقى اسئله بسيطه، يقول لي انت عايز تعمل دايمنشن افقي ولا راسي ولا دايمنشن لسيركل ولا دايمنشن لارك ولا دايمنشن لاي حاجه بقى اللي انا عايزه. هقول له مثلا والله شايف اللاين ده، اللاين اللي هو من الارك للارك ده، شايف اللاين ده اهو، بتك عليه كليك وبتحرك بشكل حر زي ما انا عايز عشان اسيب خط البعد في المكان اللي انا عايزه. خط البعد ده مش هيفضل مكان معايا، ده هو بس هيبقى ظاهر قدامي دلوقتي. تمام، فبحرك خط البعد بتاعي وليكن لحد هنا، هقول لي ده 102، هقول له تمام ما انا عارف، بس انا مش عايزه 102 بقى، انا عايزه وليكن 100. وانس ان انا اقول له اوكي هو ظبطه 100. خدت بالك عمل ايه؟ رحل دي شويه كده وخلى لك ده ايه 100. طيب هنا مثلا اللاين ده انا ممكن اختار الامر كلاين، يعني ممكن امسك اللاين من هنا او اختار من النقطه دي للنقطه دي كام، اهو خدت بالك؟ فهليكن وليكن مثلا ده 60 6 60 46، هقول له لا ده انا كنت عايزه 50 معلش. اهو الرسمه ايه؟ طبعا ناخد بالنا واحنا بنعمل الدايمنشن ان انا ما يكونش في حاجه معتمده على الثانيه، يعني مثلا انا دلوقتي لما هخلي ده 50 فالراجل ده هيضطر ينزل عن المين؟ عن الارك ده او عن السيركل اللي هنا، ما هو غصب عنه. ف
فيا اما اروح اعدل السيركل، يا اما انا وانا برسم اللاين ده هو ما كانش 50، انا كنت غلطان، ده هو كان مثلا 70 ولا 80 عشان الحته دي ما تظهرش كده، المنظر الغبي ده ما يظهرش كده. فاجي مثلا وليكن على الار دي دبل كليك، طالما هي موجوده انا يعني انا مش لسه هحط بعد، لو البعد موجود فبدبل كليك عليه عشان اعمل له موديفاي، وهو مثلا 35 هقول له لا ده انا كنت غلطان، ده هو كان 15 مثلا اهو، تمام. وهاجي على السيركل دي، انا ممكن امسك السيركل واحركها زي ما انا عايز برضو. طيب لو انا عايز احركها فانا همسكها من السنتر بتاعها، لو عايز اكبرها او اصغرها همسكها من الاطراف بتاعتها، يعني دي دايره مثلا لو مسكتها من هنا وكبرتها او صغرتها يبقى منين؟ من الحدود بتاعتها، انما لو هنقلها يبقى امسكها منين؟ من السنتر لاين، يبقى انا كده مسكتها من السنتر لاين ونقلتها، تمام؟ سيبك من الخطين دول ما لهمش لازمه، الديليت برضو شغال معانا هنا، امر الديليت. خلاص؟ ده كده امر زي امر الديليت. تمام؟ ماشي، عايز احط بعد الدايره بقى عادي، يبقى سمارت دايمنشن واجي على الدايره، اقف عليها بس. اقف عليها اهي. كليك كده، هيقول لي دي دايره والقطر بتاعها 26 87، هقول له لا، انا كنت عايزها دايره فعلا بس القطر بتاعها وليكن 20. اهو عمل لي دايره. هيقول لي طيب كده الدايره دي مش في مكان معين، يعني انا مش عارف هي فين، يعني بتبعد عن اللاين ده قد ايه وبتبعد عن اللاين ده قد ايه. هقول له طب تمام، انا عايز سمارت دايمنشن ومن الدايره، طبعا لما بلقط دايره هو بيلقط السنتر بتاعها، يعني لما اقول له انا عايز مثلا من الدايره دي لللاين ده على الافقي كذا، شفت هو لقط منين؟ لقط من السنتر، من السنتر لحد اللاين كام؟ وقال لي مثلا ده كان 46، هقول له تمام بس انا كنت عايزه مثلا وليكن 40، اهو بص هيعمل ايه؟ قربها شويه بحيث انها بقت 40. طيب هقول له تاني من السيركل لللاين ده على الافق على الراسي بقى كام؟ هقول لي ده كان 27 93، هقول له لا مثلا انا كنت عايزه 30، اهو شفت هو عمل ايه؟ بيرحل يمين وشمال وفوق وتحت زي ما الدايمنشن يقول له، تمام. الموضوع بسيط، فهو كده بالنسبه له الدايره دي دلوقتي خلاص مش هتتحرك، لان السنتر بتاعها ما ينفعش يبقى في نقطه غير النقطه دي، النقطه اللي هي بتبعد 30 من هنا و40 من هنا. يا رب يكون كلام واضح، ما اظنش ان في حاجه صعبه، هو بس يمكن طالما ده سوفت وير وانت اول مره تقعد عليه فهيبقى بالنسبه لك بس ماسكه الماوس هي اللي ايه اللي مختلفه شويه، وعشان كده بنصح الناس برضو ان هم يجيبوا ماوس نظيفه، ماوس يكون الليزر بتاعها كويس ما بيهربش، ما تقعدش الماوس تجري منك كده، وطبعا يكون السكرولنج بتاعها برضو كويس عشان تزوم ان وتزوم اوت براحتك. يعني انا دلوقتي مثلا لو عملت زوم اوت كده غصب عني واتاكدت دبل كليك على السكرول اهو قرب لي مره واحده على الرسمه اهي، عايز اعمل زوم ان وزوم اوت براحتي برضو، ماشي تمام. ده كده بالنسبه لاوامر الايه السكتش واوامر طبعا في شويه اوامر ثانيه خلينا برضو يعني نقولها بشكل سريع، زي امر مثلا الاليبس. هو الاليبس ده عباره عن ايه؟ ما هو عامل زي السيركل، يعني لو انا عايز ارسم اليبس هقول له ادي سنتر وعايز اتحرك، عايز الاليبس بتاعي يعني لو هو شكل بيضاوي، البيضاوي ده واقف ولا نايم؟ على حسب، لو واقف يبقى انا هتحرك في الاتجاه ده كده او الاتجاه ده كده اي حاجه، يبقى هقول له مثلا البيضاوي بتاعي شكله كده باتجاه للفوق ده، الكليك الجاي بقى هيقول لي البيضاوي بتاعك عامل ازاي اهو، شايف؟ بص بيقول لي بقى البيضاوي قد ايه بقى؟ كده 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 زي ما انت عايز بقى، جاي من ريديوس تاني قد ايه؟ ما هو كده حدد الريديوس الاولاني اللي هو 45، طب الريديوس التاني بقى 26 32 زي ما تحب، خلاص؟ يبقى ده كده بيضاوي واقف، طب لو كان بيضاوي بشكل نايم اهو او شكل افقي يبقى انا بختار نقطة، النقطة التانية تكون على الشكل النايم، على الاتجاه النايم، مش على الاتجاه اللي فوق بقى ولا اللي تحت، لا على الاتجاه ده او الاتجاه ده اهو، وليكن مثلا ده اول ريديوس، بعد كده بقى بختار ايه؟ الريديوس التاني، يبقى ده كده بيضاوي ايه؟ بشكل الشكل النايم ده كده، خلاص تمام. ده كده مثلا زي امر الايه البيضاوي. في عندي امر تاني زي جزء من سيركل، يعني قوس، اكني بعمل شكل قوس كده اهو. طب ما هتقولي ما هو كان ممكن يجي من السيركل واعمل ترم للباقي، ماشي مش مشكله، يعني هو راجل مديك الفاسيلتيز انه يبسط لك الامور شويه، خلاص اعرف الامر بتعمل ازاي وشو هتستخدمه امتى، مش مشكله. وليكن مثلا انت كنت عايز تعمل قوس، هنا مثلا بيقول لك عشان ترسم القوس يبقى دي اول نقطه، ثاني نقطه، ثالث نقطه، اللي هو ازاي؟ ادي اول نقطه وليكن، ثاني نقطه وليكن، هنا ارسم بقى الجزء الثالث. ها هو القوس بتاعك قد ايه بقى؟ قد ايه؟ جزء قد كذا قد كده ولا كده ولا كده، زي ما تحب تقول والله مثلا لا ده هو قد كذا، فادي القوس بتاعك اهو ثلاث نقط عادي، هو كانك بترسم سيركل وبتشيل منها جزء مش مشكله.
يعني انا مثلا لو كان معايا سيركل زي دي، بس السيركل اللي بتترسم بنقطة ونقطة تانية على على المحيط بتاعها، مش اللي هي دي، لا اختار السيركل العادية بتاعتي، وانا معايا سيركل زي دي كده ماشي، وانت جاي عامل مختار امر بوينت. ما احنا في امر بوينت عندي، عارف البوينت لما لما كنت بتعمله بالبرجل اللي هو بسنين، في برضو عندي هنا اكني عندي برجل بسنين اهو، اقول له انا عايز نقطة من هنا وليكن نقطة من هنا ونقطة من هنا، وجيت دلوقتي على امر التريم وقلت له اقطع بقى، هيقطع مين؟ لا كده قطعهم كلهم. طيب خلينا ما نستخدمش امر النقط، وليكن اللاين، وقلت له انا عايز لاين من هنا لهنا، وجيت دلوقتي قلت له امر التريم قلت له اقطع، هيقطع مين ما بين هنا؟ هيقطع الحتة دي بس اهو. طيب وشيل دي كمان وشيل دي وشيل دي، ما هو ده كده جزء من ده. بس شفت انت قعدت تعمله في قد ايه؟ هو راجل مديك امر ينفذه لك بشكل مباشر بثلاث نقط، فخلي برضو امر معانا ومش عارفين برضو ايه هنحتاج نرسمه امتى او هنحتاج نشتغل بيه امتى. تمام. في بقى حاجه مهمه جدا ويمكن دي اخر حاجه ان شاء الله في اوامر الايديتنج. لو انا مثلا راسم وليكن بشكل ريكتانجل زي ده كده، بص اهو ريكتانجل بسيط زي ده كده، والريكتانجل ده انا عايز اكرره اعمل له باترن، اكرره يعني اعمل واحد تاني جنبيه وواحد تالت وواحد رابع وواحد خامس، شويه كتير وشويه تانيين هنا زي اللي هو اعمده وصفوف واعمده، عارف انت، اكرر كذا واحد، يبقى في واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا هكذا. هل هروح ارسم يعني هل هروح اقعد ارسم كل دول كل دول كل دول فوق وتحت عشان اعملهم مصفوفه، ولا اكيد في امر عندي يرسم لي الكلام ده مره واحده؟ لازم يبقى في عندي امر بيعمل كده. هو امر مين بقى هنا؟ امر اسمه باترن. امر الباترن بشكل ديفولت كده هتلاقيه لينير باترن، انما جوه الامر نفسه لو اتكيت على السهم اللي هنا هتلاقي في حاجه ثانيه اسمها سيركل باترن. يعني انا ممكن اكون هكرر الرسمه دي على شكل دائري زي ما هنشوف دلوقتي، او هكررها على 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 الخط الافقي والخط الراسي. فتعالى نجرب مين اللينير باترن الاول. فاول حاجه هو لقطها، قال لك انت انت هتعمل باترن الايه تحت هنا، معلش المره دي مش فوق، المره دي كانت تحت، اللي هو سيلكت انتيتيز تو باترن مثلا، انتيتيز تو باترن، هو لقطهم من تحت. وهو لقط مين؟ لقط اخر حاجه انت رسمتها اللي هي الايه الريكتانجل. لو انت عايز تشيلهم شيلهم اهو، تيلو سيلكشن واختار اللي انت عايزه. هتقول له والله مثلا انا تعالى كده اهو باترن، ونختار احنا اللي احنا عايزينه من تحت. انت عايز تعمل باترن الايه لكل ده، يبقى نختار اللاين ده واللاين ده واللاين ده، كل دول كده اهو. يبقى انا كده اخترت مين؟ الاربع اهو، الاربع اطلع دول وابدا بقى اطلع فوق هنا. فيقول انت عايز تتحرك في انهي اتجاه، يعني في الاكس اكسيز تتحرك في انهي اتجاه؟ اقول له مثلا وليكن في الاتجاه ده مثلا. تمام اسف معلش، خلاص اخترت اللاين ده كمان. طيب هقول انت عايز تتحرك في الاتجاه الاكس اهو، شايف الاكس اكسس ده واختاره ازاي، ومختاره في اتجاه السهم ده. لو انت عايز تعكس السهم اعكسه الناحيه الثانيه اهو، ان انت تقلب الدايركشن من هنا اهو، عايز انك تحرك لك في الاكس اكسس في الاتجاه ده ولا في الاتجاه زي ما تحب اللي هو ده مثلا. هقول لك طيب عايزني ابعد لك قد ايه عن الاولاني؟ اقول له مثلا وليكن مقدار 30 مللي، معرفش هيبقى قد ايه، انا يعني انا بعمل اي حاجه كده معاكم ماشي. طيب اكرر كم مره في اتجاه الاكس اكسيس؟ اقول له مثلا وليكن اربع مرات، يبقى هو هيعمل واحده اثنين ثلاثه اربعه مثلا في الاتجاه اللي هو الايه اتجاه الاكس، الاتجاه اللي هو اللي هنا ده كده. تمام. طيب لو عايز اتحرك تاني بنفس الرسمه في اتجاه الواي اكسيس، هقول له مثلا ادي اتجاه الواي، ادي اتجاه الواي. طيب كام واحدة في اتجاه الواي؟ اقول له مثلا ادي اتنين تلاتة اربعة. طب لفوق ولا لتحت؟ على حسب الايه الدايركشن اللي انا مختاره اهو، وليكن مثلا لتحت. ما بين كل واحد والتاني قد ايه؟ هنا كان ما بين كل واحد والتاني 30 مللي، هنا برضه خلي مثلا 30 مللي اهو وليكن. شفت هو عمل ايه؟ اكنه هيكررهم شوية كده وشوية كده، واللي ما بينهم برضه هيتكرر، ما هم ماشيين كده وماشيين كده في نفس الاتجاه. هيقول لي ده المنظر اللي انت عايزه، اقول له تمام اوكي. قام جاي عامل ايه؟ باترن، كرر كده اربعه وكده اربعه مصفوفه مره واحده. كنت ممكن اكرر في اتجاه واحد
كنت ممكن اكرر في اتجاه الاكس او الواي، كنت ممكن اكرر هنا 4 وهنا 2 او 3 على حسب المصفوفه اللي انت عايزها، مفيش حد بيجبرك باي حاجه. خلاص. طيب ده كده بالنسبه للباترن اللينير. هو كان في باترن سيركل. لو انا مثلا وليكن راسم سيركل زي دي كده، السيركل العاديه اللي هي دي، تمام، وراسم على السيركل دي دايره ثانيه فوق اهي، وليكن في دايره هنا كده، تمام. تعالى نعمل التريم ونقطع، وليكن او ما نقطعش عادي، سيب كل حاجه زي ما هي، ونيجي هنا نقول له مين دلوقتي. المره دي بقى مش لينير باترن، المره دي ايه؟ سيركلر باترن. فايه اللي طيب السيركلر باترن ده حوالين مين؟ ده اول حاجه، يعني اول حاجه بيسال عليها انت هتعمل الباترن حوالين انهي سيركل. مش هو سيركلر، يبقى انهي سيركل اللي هعمل حواليها الباترن اللي هكرر حواليها. فبقول له اول حاجه بختارها هي السيركل اللي هكرر حواليها، وليكن السيركل دي. خلاص. طيب هو هنا بقى واقف ومستني مين اللي هيتكرر. طبعا هو كان احنا كنا مختارين الارك ده، فهو لقطه، لا شيله وقول له بقى انا هكرر حوالين السيركل دي السيركل دي اهو، تمام. ارك 9 ده هختار السيركل دي، مش عارف هو ايه مشكلته. احاول ايكوال سبيسنج 4 طيب اشيل مثلا الجزء اللي جوه ده، يمكن يكون ده معلق معاه في حاجه، بس هو المفروض ما يعلقش. معلش ثواني انا معاكم برضو، انا هختار ال ريفرس دايركشن، هختار السيركل دي. طيب هختار انتيتي تو باتر السيركل دي، تمام، وهختار انه يعمل حوالين الدايره دي 360 درجه كررهم حوالين الدايره دي، يعني اكن في دايره هنا وهو كرر حواليها. لا ده مش صح، لا ده مش صح. طيب خلينا نعمل حاجه صغيره، خلينا نقلب الدايره دي، الدايره دي نقلبها سنترك بخط سنترك، مش بخط زي ده كده كونتينوس. فهاجي عليها كده على الدايره واقول له ان هي فور كونستراكشن. فور كونستراكشن معناها انها تبقى ايه، سنتر، معموله بسنتر سيركل كده، تمام، وارسم عليها الدايره الثانيه اللي انا عايزها، وليكن مثلا في دايره هنا. تعال نشوف برضو امر السيركلر باترن دلوقتي. ها كده يمكن انا اللي عندي مشكله في الجهاز، انا ما اعرفش في ايه، بس كان الصح ان هو هلقط السيركل دي، انا هلقط هنا السيركل دي وهلقط هنا السيركل دي، وهو هيكرر لي السيركل دي، السيركل اللي هنا دي حوالين السيركل اللي هنا 4 مرات 5 مرات زي ما انا عايز. بامانه انا مش عارف ايه المشكله دلوقتي، هو مش عارف، يعني مش عارف المشكله في ايه، مش عارف ايه اللي معطله. فهعدي النقطه دي معاكم، ويمكن نبقى نرجع لها تاني مع بعض في اي ايه، في اي فيديو تاني، بس عشان برضو تبقى انت فاهم انا اللي انا كنت عايز اعمله. انا كنت عايزه يكرر لي السيركل دي حوالين السيركل التانيه دي، يبقى في سيركل تانية هنا وسيركل هنا وسيركل هنا من نفس الدايرة دي، تمام. فكون ان هو مش لاقط غير النقطة، يعني هو دلوقتي لاقط النقطة دي، لا انا مش عايز النقطة دي، انا عايز السيركل دي كلها بس. هو دي المشكلة، هو مش لاقط السيركل هنا، مش لاقط السيركل، فهي دي المشكلة اللي بيني وبينه دلوقتي. هو مش لاقط السيركل هنا، هو لاقط نقطة، انا بختار كده بيختار نقطة واحدة، لا انا مش عايز نقطة. فهعديها بس دلوقتي معلش، وممكن ابقى ايه احاول ارجع لها معاكم تاني، تمام. هو مش لاقط السيركل بشكل صح، حتى هو لقطها دلوقتي تاني زي ما كان لقط التاني. فمعلش سيبنا منها دلوقتي،
بس يعني خلي الامر معاك نفذه انت، يمكن يرضى يتنفذ معاك انت بشكل صحيح. ده اسمه امر الايه؟ الباترن، سواء لينير او سيركل. امر الباترن او التكرار، اوامر التكرار، ان انا اكرر حاجه انا راسمها. ماشي، زي ما اتفقنا كده، امر اللينير هيكون في اتجاه الاكس اكسيز والواي اكسيز ما بين كل واحد والتاني. انا لو هنا اخترت هنا مثلا، هنا كان راضي يتنفذ، معرفش ايه المشكله في التاني. لو انا اخترت هنا مثلا السيركل دي وقلت له اتحرك لي في اتجاه الاكس اكسيز بمسافه 20 ما بين كل واحده والتانيه، واعمل لي مثلا وليكن 5، وفي الواي اكسيز اتحرك بمسافه 10 مش 5 ما بين كل واحد والتاني 10. انا فوق عملتها قد كده 20، هنا ما بين كل واحد والتاني مثلا 10، اي حاجه اللي انت عايزه خلاص. وكرر في اتجاه الواي ده مش الواي اللي فوق، تمام، ونفذ. فهو هي ايه؟ هينفذ المصفوفه اللي قدامك دي ما بين السيركل دي والسيركل اللي تحتها 10، فطبعا دخلوا في بعض لان الايه؟ الاراد هي اللي سمحت بكده. وما بين السيركل دي والسيركل دي 20، فما دخلوش في بعض، فخلاص فالدنيا تمام. وكمل كده مصفوفه وكمل كده مصفوفه، كده 5 وكده 10، كررهم وعمل لك الايه؟ الباترن. تمام، دي كده بالنسبه للاوامر اللي انا يعني ممكن احتاج اشتغل بيها وانا شغال في الـ في الـ في الـ في السكتش بتاعي. امر زي التريم مهم، ان انا مثلا اكون لا انا عايز اقص الجزء ده والجزء ده مش عايزه، عايز اقص الجزء ده والجزء ده، فاهم؟ عايز اقص الجزء ده والجزء ده اهو. طيب ما كانش حاجه تعملي كده غير الباترن، غير الاسف الـ غير الـ التريم اهو، فاهمني؟ فده امر مهم جدا، اكنك ماسك ايه مساحه كده او استيكه وشغال وانت ماشي خلاص. ما كانش حاجه تعمل لك المنظر ده غير ايه؟ غير امر زي التريم، فلازم اعرف استخدمه. مجموعه الاوامر الثانيه شوف انت هتحتاج منها ايه وانت بترسم واشتغل بيه. زي مثلا البوليجن، هو البوليجن عامل زي السيركل اهو. لو انا عملت كده ادي اول نقطه، النقطه الثانيه على اي شكل انت عايزه، شايف الشكل بيلف معاك ازاي؟ وليكن مثلا دي كده، يبقى هنا ضلعين وهنا 3 اضلاع، لان البوليجن ده كده ثلاثي، انما لو كان ثماني اهو كان هيتكرر معاك اكتر. يبقى هنا 3 اضلاع وهنا 3 4 اضلاع، ادي ضلع 2 3 او 3 و3 مثلا، ادي 1 2 3، 1 2 3، وضلع فوق يبقى دي كده الايه؟ السباعي. طب لو ثماني اهو هيتكرر معاك اكتر. طب لو كررته بقى كتير 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 هتحس ان انت ايه؟ بتقرب من الدايره، كانك بتعمل دايره. تمام، ده كده اللي هو متعدد الاضلاع. معرفش هتستخدمه امتى، مفيش غير المسامير والكلام ده كله ممكن تستخدمه فيه، بس يبقى ايه؟ يبقى الامر معاك، تعرف تستخدمه لما تحتاجه خلاص. ده كده متعدد اضلاع ب 22 ضلع، شايف شكله عامل ازاي؟ ماشي تمام. اظن ان احنا كده قلنا الاوامر اللي احنا محتاجينها من في بقى مين الهاتشنج. وفي حاجة تانية مهمة معلش برضه احنا نسينا نقول، التهشير. التهشير انا بهشر ازاي هنا بقى؟ انا بهشر من هنا، بنخش على خانة اسمها الانوتيشن. انا مثلا عايز اهشر وليكن جزء الدايرة دي، الدايرة دي مثلا مقطوعة وهي اللي ماشي فيها القطر. طالما هي باوندري متقفلة يبقى من حق ان انا اهشرها، باوندري يعني جزء متقفل كده على بعضه، يبقى انا من حق اهشره. طب هشرها ازاي؟ بفتح امر الاري هاتش، اري هاتش، وبكل بساطة بكل بساطه بروح اختار على الاريا اللي انا هعمل عليها ايه؟ هاتش. دي كده اريا بعمل فيها هاتش اهي. شفت التهشير عامل ازاي؟ اهو اتعمل مره واحده. وانا كان في ايدي بقى ان انا اغير كل حاجه، يعني مثلا ده تهشير لحديد، كان في تهشير مثلا لبلاستيك، شوف شكله عامل التهشير بلاستيك عامل ازاي. كان في تهشير لالومنيوم اهو، اللي هو خطين وما بينهم مسافه وبعد كده خطين ما بينهم مسافه وهكذا. ممكن ارجع تاني لتهشير الايه؟ الايرن. تمام، طيب هو هنا فاهم التهشير اللي هو على زاويه 45، فاهمه ان هو بزاويه زيرو، يعني هو كده الزيرو بالنسبه له. فلو انا عايز اخلي التهشير الناحيه الثانيه، يعني مثلا هو كده كده تهشير بمسافه بزاويه 45 من هنا، لو عايز اخليه لا اخليه الناحيه الثانيه كده، فكنت اخليه بزاويه كام؟ بالنسبه لده يبقى 90 او 90 مقلوبه بقى، 90 الناحيه الثانيه، 90 سالب 90. يبقى لو انا عملت سالب 90 كده وقلت له مثلا هشر لي الجزء اللي بره ده، بص هيهشره بعين اتجاه، هشره في الاتجاه الثاني كده، شايف؟
في الاتجاه التاني اللي بره كده، لان ده بالنسبه له ايه؟ سالب 90. ماشي. ممكن اصغر او اكبر السكيل بتاعي. بص، ممكن ازود التهشير جامد او اقلله. فاكرين لما كان يبقى الرسمه بتاعتي كبيره وههشر جزء كبير، فكنت ببعد ما بين الخطوط براحتي. هنا نفس الكلام، هنا هبعد ما بين الخطوط برضه عادي، تمام، او اخليه بسكيل واحد. ممكن اخلي التهشير عباره عن سوليد، حاجه يعني حاجه كده ايه، سوليد كلها على بعضها. ممكن اخليه بالشكل اللي انا متعود عليه، اللي هو التهشير اللي زي ده كده. خلاص. فده كده بالنسبه للتهشير، ده كده جزء التهشير، وهو ما فيهوش حاجه ثانيه التهشير، يعني ما فيهوش حاجه ثانيه صعبه، يعني هو بس كده التهشير. انا عايز اهشر، فبخش على انوتيشن وبختار اريا هاتشنج وبهشر الجزء اللي انا ايه اللي انا عايزه. مثلا ههشر الجزء البيضاوي ده، يبقى تهشير خلاص، خلص على طول بشكل مباشر. طيب الحاجه الثانيه اللي كانت مهمه ونسينا نقولها، اللي هو ازاي اقلب اللاين بتاعي انه يبقى داش لاين. يعني مثلا وليكن انا كان عندي هنا في مثلا وليكن اكن دي كده دايره، بس انا عشان باصص لها من هنا فانا مش شايفها دايره. وليكن مثلا كده اهو لاين من هنا ومن هنا، اكن دي مثلا دي دايره، بس انا باصص لها من الجنب فبشايفها ايه؟ شايفها خط. معلش هعدل اللاين ده. انت لو اللاين بتاعك جه انكلايند، انت لو خدت بالك اللاين ده جاي مايل، معرفش انت شايفه ولا لا، بس اللاين ده جاي مايل عنده. فممكن تقف هنا، تقف هنا وتقول له اللاين ده انا عايزه هوريزونتال اهو، هيعدله. واللاين ده انا عايزه هوريزونتال، هيعدله برضه اهو، اللاين اتعدل على طول اهو. ماشي. اكن ده المفروض ان هو يكون داش. طب اخليه داش ازاي؟ انا ما فيش اي حاجه من هنا تقول لي ان انا ممكن اقلب اللاين داش، غير ان انا اخليه كونستراكشن، اللي هو اخليه سنتر لاين. طب انا عايزه سنتر لاين؟ لا مش عايز سنتر لاين، انا عايز اخليه داش. فهضطر ان انا اطلع من الاوامر من هنا في قائمه قائمه ايه يا رب، بسم الله، قائمه المفروض ان هي فيو تول بار، واختار لاين فورمات اهو. يبقى بطلع من هنا على قائمه فيو تول بار واختار اللاين فورمات. اللاين فورمات كان ظاهر هنا قدامي، معلش كنت عامله قبل كده، فهظهره اهو. ادي اللاين فورمات اهو، شايفينه فوق اهو. هقول له بقى انا مثلا عايز اعمل اللاين ده، عايز اخليه داش لاين، داشت لاين اهو. كل انواع الخطوط اللي ممكن تحتاجها اهي. هقول له لا انا عايزه داشت اهو، هخليه داش على طول. طب عايز اللاين ده داش، برده هخليه ايه؟ داش بشكل مباشر اهو. ولو كذا لاين فانا ممكن اخليهم داش كلهم مره واحده برده. يعني مثلا اللاين ده كنترول، اللاين ده وانا متك على كنترول برده، انا كل ده متك على كنترول. السيركل دي، الاليبس ده، كل دول اطلع اخلي اللاين تايب بتاعهم داش اهو مره واحده على طول بشكل مباشر. فلو انا الرسمه بتاعتي وانا برسم كان فيها داش لاين، انا بكل بساطه اروح اغير الايه؟ اللاين ستايل. ممكن اغير كمان اللاين ثيكنس، اللي هو التخانه بتاعت اللاين نفسه، ممكن اخليه اتخن شويه عشان افرق ما بين مثلا يعني مثلا خط بعد وخط، يعني ده مثلا خط بعد وده خط عمل. انا مثلا عايز اقول ان انا عايز افرق ما بينهم، فاخلي الخطوط دي كلها الثيكنس بتاعها اكبر شويه. اللي انت عايزه، اكنك تخنت القلم اللي في ايدك، بدل ما كان سنون 5 من 10 مللي بقت سنون 7 من 10 او بقت سنون 1 مللي، زي ما انت تحب. تمام. احنا برضو انا بحاول اوريك ازاي هتستخدم السوليد ورك بديل عن القلم والمسطره، انما انت هتستخدمه في ايه بقى بالظبط، ده هيبقى على حسب اللوحه اللي معانا. يمكن نعمل فيديوهات تاني نمسك لوحه بشكل مباشر، نمسك رسمه بشكل مباشر ونقعد نرسمها مع بعض. مثلا يس تقول ونقعد نرسمها مع بعض. ممكن تكون اللوحه بتاعتك عباره عن ايه، مثلا عن جلبه، عن جلبه، وليكن جلبه بالمنظر ده كده اهي. ممكن تكون الرسمه بتاعتك عباره عن جلبه زي دي، وجواها دايره متفرغه، فهيبقى عباره عن جلبه زي دي كده، وفي دايره هنا كده من ماشيه كده اهي، دايره ماشيه من هنا لهنا، او اسف يعني دايره بس انت شايفها من هنا لاين، دايره ماشيه من هنا لهنا كده. وعادي بقى لو اللاين طول منك شويه، انت عارف ان في امر ايه؟ تريم يقص لك الباقي. بس طبعا عشان انا هقطع فهيبقى اللاين ده، او لو مش هقطع هيبقى اللاين ده عباره عن ايه؟ لو انا ما كنتش هقطع فكان هيبقى اللاين ده عباره عن ايه؟ عن داش. ان اللاين ده واللاين ده الاثنين دول ايه؟ انا اتاكد كنترول عشان اسالك على الاثنين، ان الاثنين دول داش. تمام؟ فلو انا هقطع
كان كنت هخش على انوتيشن. طبعا اللاين ده انا شكله حاسس انه مايل برضو، عم جاي اعمل ايه واقف عليه كده ورايح من هنا واقول له ايه فيرتيكال من غير ما اتاكدش ولا حاجه. نفس الكلام لو اللاين ده شكيت فيه ان هو ادي هو طبعا فيرتيكال اهو، طالما طلع لي العلاقه دي بقى هو اصلا فيرتيكال، فهتلاقيه من هنا مش جايب لي خاصيه ان انا اخليه فيرتيكال لان هو اصلا فيرتيكال خلاص. طبعا بعد ما بخلص بقى الدايمنشنز بتاعتي، مثلا ممكن يكون الدايمنشن عباره عن ايه، ان الحته دي مثلا وليكن مثلا 50 تمام، ومن هنا لهنا وليكن 10 تمام، ومن هنا لهنا وليكن برضو 10 تمام، من هنا لهنا اسف ده بعد غلط هشيله بالديليت برضو، من هنا لهنا وليكن برضو ايه كان 35. انا بعمل ابعاد بشكل عشوائي، انا معرفش الابعاد بالظبط ايه، من هنا لهنا وليكن برضو كان 35 عشان تبقى الرسمه برضو ايه شكلها سيمتريك شويه اهو، وليكن دي كانت رسمه عندي، انا معرفش دي رسمه ايه بس هي شكلها جلبه كده وجواها ايه جواها هول. فلو هي كده وانا باصص لها من غير قطع هيبقى شكلها كده صح، هي شكلها عامل كده مثلا، دي دايره فهنزل اقول له ان دي كانت فاي مثلا، وليكن دي كانت كذا مقاسها مثلا اللي هي 120 ده، هو طبعا بيقول لي ان ده كده هيبقى دريفن لان هو طالما ده 50 وده 35 وده 35 يبقى ده لازم يطلع مقاس معين، هقول له تمام هو المقاس المعين ده وخلاص مثلا. او كنت اجي انا على الفاي ده وليكن الفاي دي عامله كده بالمنظر ده تمام اهي، ممكن ازود جنبها كده علامه الفاي اقول له ان دي فاي ان دي دايره ان دي جايه من دايره، اهي علامه الفاي تحت اهي ان دي جايه من دايره تمام فاهمني. واحط دايمنشن تاني تحت مثلا، طبعا الدايمنشن اللي تحت ده اتفقنا ان هو يبقى ايه عباره عن 120 وخلاص ما اقدرش اغير فيه تمام، بس ممكن اجي عليه برده كده واحط علامه الفاي جنبيه برده اقول ان هو جاي من فاي 120، يبقى انا كده ايه رسمت اللوحه بتاعتي او رسمت الرسمه بتاعتي. طبعا هو كده انا رسمته بالمنظر ده، ممكن تكون هو اصلا موجود عندي كده وانا هقطعه، فيبقى ساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها اللاين ده كنترول مع اللاين ده الاثنين دول بقى مش داش، لا ده الاثنين دول هيتقلبوا ايه؟ هيتقلبوا سوليد اهو، يبقى الاثنين دول سوليد. واروح دلوقتي على انوتيشن وافتح امر الايه؟ الاريا هاتشنج واقول له بقى اعمل لي هاتش في الاريا دي وهاتش في الاريا دي، يبقى كده بالنسبه لي ايه؟ انا قطعت الجزء ده وقطعت الجزء ده لان ده اللي ماشي فيهم الايه؟ القطع. خلاص؟ ان شاء الله ما فيش حاجه تاني ممكن نحتاجها دلوقتي زي ما اتفقنا، لو خلال الرسم وخلال الكورس واحنا شغالين احتاجنا اوامر تانيه هنروح لها برضو ونتعلم نشتغل عليها ازاي، بس بشكل مبدئي كل المطلوب من حضرتك انك تقعد بشكل مكثف على البرنامج عشان تبقى فاميليار معاه شويه، لان انت ده برنامج جديد عليك وممكن تبقى ايدك بس ايه تقيله عليه شويه، انما مع الشغل لا انت هتستخدمه طبعا ابسط من اي حاجه تانيه، اكيد هو ابسط من المسطره والقلم والكلام ده كله، كفايه الايديتنج يعني. خلاص؟ طبعا احنا شغالين ما عملناش ولا مره سيفنج فاهم؟ فالمفروض احنا شغالين كده ايه؟ كنترول اس كنترول اس طول ما احنا شغالين كده عشان نسيف اللي احنا ايه؟ اللي احنا بنعمله. متشكر على وقتكم وان شاء الله تاني لو في حاجه احتاجناها هنرجع نشتغل فيها مع بعض. شكرا.